إمليل أول محطاتنا في طريقنا إلى حيث يوجد شمهروش ملك الجن في الموروث الشعبي المغربي وآخر عهدنا بوسائل النقل الحديثة، وليس أمامنا إلا طريقة واحدة للوصول إلى غايتنا. تضاعف عدد فريقنا بعد الاستعانة بثلاثة بغال نشيطة تسلمت دفة القيادة لكونها أدرى بشعاب الجبال منا. ها نحن نطوي الأرض. في الطريق هنالك قادمون وذاهبون، أما الوجهة والمقصد فهو شمهروش أو شمهورش بحسب اللهجة في منطقة جبال الأطلس. الحاج البقالي رجل في السبعين من عمره أصر على أولاده أن علاجه لدى شمهروش. وصلنا قبة غير نظامية تحيطها جبال موحشة تضم بين جنبات صخورها أسرابا من الغربان المسكونة بالأرواح بحسب ما يعتقد القائمون على المكان. نحن نجلس في محكمة الجن، أعلى سلطة للجن بحسب الموروث الشعبي المغربي. تتقدم هذه السلطة سيدي شمهروش الذي هو بمثابة ملك الجن، إلى جواره عدد من المقامات لأسماء جن آخرين، سيدي ميمون، باشا حمو، للعيشة إلى آخره. يعتقد كل من يزور هذا المكان أن هناك محكمة ربانية سوف تفض النزاعات بين الإنس والجن، إذا كان ظالما أو مظلوما سوف يأخذ حقه. دعونا نرى هذا الجزء من المحاكمات. يا رسول الله تامر قال انت كما انتهى لقال مالي يا يوما تقام لي عفريت. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله لا فو من عندك يا كريم. استقبلنا الحاج إبراهيم الحارس الشخصي لشمهروش وحاجب المحكمة العليا للجن، ودخلنا إلى بلاط شمهروش. قصة شمهروش أنه هو ليس بإنس وهو بجن، وهذا مقام كان يعبد فيه لا أقل ولا أكثر. ولحسن الحظ فأن هنالك محكمة ستحدث، امرأة في نهاية عقدها الرابع من الإنس تقاضي جنا من دولة أفريقية احتل جسدها ظلما وبهتانا، لذا على المتضرر اللجوء إلى القضاء. فتقول الأسطورة عندما لا تفيد الطقوس الاحتفالية ولا القرابين المقدمة في تهدئة الجان وإخراجه من مساكنه الآدمية ينصح المريض باللجوء إلى محكمة الجن الكبرى. أنا تيقولوا لي بأن عندك السودانيين، يعني هذاك شي ديال الجن قناوة كله جميع الأنواع السود عندك، يعني داخلين لك في الجسم ديالك، ومني تتقلقي يتعدى مثلا نشوف شي حاجة خايبة ولا صعيبة تيطلعوا لي أصوات ماشي ديالي، حتى بنتي صغيرة ما قابليناش تعيش معايا، يعني تتاكل العصا عندي كثير ما تتلقى راحة معايا، ممكن نقدر نقشها. الكل يؤكد هنا إننا في بلاط ملك الجن، وفي زوايا المكان يزعم الناس أن هنالك المزيد من مقامات الجن. اصطحبنا الحاج العربي إلى بلاط ابنة السلطان للعيشة، صخرتان عملاقتان وشلال ماء صغير وشموع توقد وتموت رفقة الأمل في بلاطها. قصر ديال سيدي شمهروش هو هذا، لأنه جن ماشي ميت حي، والناس كتجي تزور هنا، هذه هي المحكمة، وضروري غتكون المحكمة بحال الإنس عنده محكمة ديالو، حتى الجن عنده محكمة ديالو، باش حتى واحد حتى سي جن ما كيتعدى على الإنس. المحكمة كتكون باينة، كيكون الرعد كيكون 45 دوغري ديال الصهد، وهنا كيكون الرعد وكيكون الشتا والبرق اللي كيجي الملك سيدي شمهروش. عدنا أدراجنا وتسلمت البغال مرة أخرى زمام الأمور، أما حصيلتنا من المشاهدات فتختصرها العبارات التالية: عالم أسطوري تحيطه روايات شفوية لا مكان للمنطق فيه، عدنا منه
مثل ما قصدناه بعلامات استفهام تفرخ بعضها، ويقين بأنه لا ضار ولا نافع إلا بأمر الله جل في علاه. لبرنامج MBC في أسبوع، محمد العرب من عمق سلسلة جبال الأطلس الكبير.